استحقاق. بصوا، في حاجات تناول بدون استحقاق احنا مش هندخل تحتها، اللي هو واحد مش متعمد ودخل في وسط الصف وتناول. طبعا نشكر الله كلكم متعمدين عقبات أرثوذكس. واحد مش مؤمن ان ده جسد حي ودم حقيقي ودخل كأنه أكل عيش، ده دينونة عليه. نمرة ثلاثة بقى تخوفكم، المتخاصم. المتخاصم يتناول بدون استحقاق يبقى دينون. عشان كده بداية القداس صلاة ايه؟ الصلح. ودي قالها المسيح: لو قدمت قربانك على المذبح وتذكرت ان لاخيك شيء عليك، الاول روح اصطلح وبعدين تعالى تناول. نمرة اربعة، ودي برضو تخوفكم، يعني الاولى والثانية اللي هي بدون معمودية بدون ايمان، دي نشكر الله احنا مؤمنين ومتعمدين. لكن الثالثة بتاعت الخصومة، احيانا بيبقى عندنا خصومة وانا بلتمس لنفسي مليون حجة ان انا لي حق اتخاصم مع الناس دول انهم وحشين وهتناول. وفي الحقيقة في الحكاية دي اللي يحكم ابونا اب الاعتراف، يقول لك يا ابني خلاص لا اتناول، انت كده عندك العيب. بس مع استثناء واحد، ما يكونش ابونا قال لك كده عشان يخلص من زنك، خد بالك. يعني هقعد انا اقنعه مليون مره ان انا ما عملتش حاجه غلط، فيقول خلاص خلاص روح اتناول، اعمل لك ايه؟ ما يكونش منخدع نفسنا. والرابعه بقى اللي تخوف هي انك بتتناول وانت ما حضرتش القداس. من امتى؟ من تقدمة الحمل، مش من قراية الإنجيل. هو القداس معمول للدكك ولا للبشر؟ يبقى وانس إن أبونا فتح الهيكل مفقود أكون حاضر. وهدف القداس إيه؟ تقديس الإنسان للتناول. طب أنا ما حضرتش وداخل على آخر الصلاة وهتناول، بأنهي حجة يعني، بأنهي وجه؟ فلازم نعود نفسنا نحضر القداس من أول. تقول لي احنا هنا مسافات طويلة وبتاع، نعمل حسابنا، انت نفسك بتروح الشغل في ميعاده، وقد يكون المسافة بين البيت والشغل اكتر من البيت والكنيسة، قد يكون، وبتعمل حسابك وفي ترافيك، بتعمل حساب الترافيك عشان توصل في ميعادك، لان ده اكل عيش. واذا تقررت تأخرك عن الميعاد ممكن تبقى فايرت، فده اكل عيش. فانت بتعمل مليون حساب للشغل، اما عند الكنيسة ما جراش حاجة، ربك رب قلوب. فأرجوكم، السلبية دي موجودة في كل الأقباط في كل الدنيا، إن إحنا بنروح الكنيسة متأخر وبنتناول. لازم نيجي بدري من أول الصلاة. أبونا بيكمل لي، اللي عايش في خطية ومش عايز يتوب. يعني في فرق بين واحد بيغلط نتيجة الضعف وبيعترف ومتضايق من نفسه ويحاول وربنا بيسنده وهو بيسقط ويقوم، واحد عايش في حاجة غلط ويقول لأبونا ناولني وتقدرش تمنعني. مش معقول. يعني واحد عايش مع واحدة ست غير مراته، ده حاجة يتناول؟ واحد بينصب على الناس، واحد بيكتب أكاذيب على الفيسبوك ويوقع الناس في بعضيها، وبعدين عايز يتناول. فطبعا اللي هو عايش في خطية ومش عايز يسيبها، غير الإنسان الضعيف اللي بيغلط نتيجة ضعفه.